مرحبا برج الدلو، هذه قراءتك العامة. راح نلقي فيها نظرة على وضعك المالي، الصحي، الحياة العاطفية، وأيضا أي أخبار متوقعة أو تنتظرها من المستقبل. وأول كرتين راح يكونون تبع الطاقة العامة للشهر. أنت أتوقع أول برج تبتدي قراءته بطاقته الخاصة كرت النجمة، وهو كرتك الخاص ببرجك يا برج الدلو. وتحت Page of Wands أو الغصن الصغير، وهي أيضا طاقة نارية. وجود هاي الكرتين مع بعض كطاقة عامة موجودة خليني أفهم أن أنت يا برج الدلو مقبل على شيء كبير. شفت حجم النجمة؟ مع أنها جدا بعيدة ولكن حجمها كبير، أمنية كبيرة راح إن شاء الله تتحقق لك في المستقبل. بداية بوادرها راح تكون شيء ضخم راح يظهر للعيان بعد فترة. هو حاليا يبين انه هو نقطة في السماء، ولكن بعد فترة راح يظل يكبر ويكبر لحد ما يصبح مثل الخبر المنتشر بين الناس. والتر يخبرك ان كون حذر في استخدام طاقتك خلال هذا الشهر. عندك الغصن الصغير يعني قاعد يقول لك في نفس الوقت لا تبذل الكثير من المجهود في الاشياء الغير مهمة، وكن حكيم في أي جوانب أنت قاعد تسخر طاقتك. هل في الأشياء السلبية؟ هل في مثلا الغيبة، النميمة، الأشياء الغير مضرة حتى في الكارما والطاقة تبعك؟ أو تستخدم كل طاقتك من أجل تحقيق أحلامك، لأن في النهاية أنت عندك طاقة معينة تقدر تستخدمها، أما تستخدمها للخير أو للشر. تستخدمها تركز على الآخرين ما يفعلون في حياتهم، أو تركز على نفسك بغض النظر عن الظروف الموجودة الحالية إذا أنت مرتاح معها أو لا. لكن عندما تدرك أن أمنيتك موجودة راح تبتدي تشوفها كأنها راح تقيدك في نص الليل. راح تبتدي تشوف أن جزء من أحلامك ابتدى يتحقق. لما يصير هذا الشيء كن حذر في استخدام طاقتك، في توجيه طاقتك. دائما طاقة النار من السهل انها تصبح سلبية وتنقلب الى طاقة دراما او عنف او اشياء سلبية في الحياة، مثل انك تتكلم عن الاشخاص، يصير عندك الانا تصير كبيرة. وجود هذا تحت هذا الكرت، كرت النجمة، يخبرني ان احذر ايضا من الايجو تبعك في الفترة القادمة. لا تصبح كبير بسرعة في وقت قصير، تدرج. خل طاقتك أيضا متدرجة، دائما خليك متواضع مهما وصلت أو مهما ابتدت الأمور تبين بالنسبة لك أنها سهلة قابلة للتحقيق. لا يأخذك الغرور، لا تأخذك العجلة، وخليك جدا حكيم ثابت، يعني ثابت في الأرض. طاقة الأرض موجودة عندك في باقي القراءة ومهمة بالنسبة لك. على الصعيد المالي وضعك جدا مبشر. انت حاليا جدا مشغول، عندك 8 الخماسيات، وعندك الخماسي الاول وهو اكبر خماسي ومعنات البدايات الجديدة. حاليا وان لم تكن مشغول، التاري يخبرك ان من المفيد لك ان تركز فعلا فيما تعمل، سواء كانت تجارة كان عمل. هذا هو وقت الامنيات بالنسبة لك، هذا الشهر بداية الانتصارات القادمة. فعندما تبتدي ركز، مطلوب منك التركيز. انت كبرج هوائي سهل بالنسبة لك ان تضيع في الاحتمالات، في التخيلات، في الافكار. دائما الهواء طاقة العقل، دائما يخبرك التارو ان بالعكس اعكس او وجه طاقتك هنا، يطلب منك التوجيه الصحيح، كأنها يعني مثل سيارة او سفينة. عندك شيء كبير، أمنية كبيرة راح تتحقق لك قريبا، فمهم جدا أن تحافظ على التوجه الصحيح. عجلة القيادة مهمة جدا أن تحافظ عليها، تكون قوية، تكون قريبة من الأرض، وإلا يأخذك الغرور مثل ما قلت لك. ركز فيما تعمل، حرفتك، تجارتك، عملك. ولكن أيضا وجود 8 الخماسيات بهاي الشكل يخبرني النوع فيما تعمل. يعني إذا احتمال عندك وظيفة ولكن أنت قاعد
تبحث عن مصدر دخل أفضل، ابحث عن وظيفة أفضل، ابدأ لك مشروع في نفس الوقت، ابدأ لك هواية. هواية صغيرة ممكن تحولها إلى شيء كبير مع الوقت، ولكن هو شيء أنت شغوف فيه، في عامل الشغف، شيء صغير راح يتحول ويكبر لك ويصير شيء كبير. عن طريق هذا الشيء راح تتحقق عندك هذه الأمنية. وأيضا أبدع دائما. ثمان الخماسيات هي طاقة الدقة في العمل. أبدع، أعطي كل طاقتك القادمة في العمل، لأن خلاص هذا بالنسبة لك تقريبا كأنها المرحلة ما قبل النهائية عشان توصل إلى الأشياء اللي في بالك. وتحت الثمانية عندنا الواحد. هذا الدرب اللي أنت عليه حاليا ماشي، أو إذا كنت تفكر أن تمشي درب جديد من ناحية المهنية، من ناحية الأعمال، هذا الدرب جدا مكتوب للتوفيق. دائما الواحد هو دائما يعتبر كأنه هدية من الله سبحانه وتعالى، بداية جديدة مقدمة لك، ولكن عن طريق السماء راح تفتح لك باب جديد كبير، راح تربح الكثير في وقت قصير من الثمانية إلى الواحد. الكثير راح مثل اللي يختصر الجهد تبع السنوات كامل في فترة قصيرة. يعني احتمال انك صار لك 7 سنوات تعاني او تحاول ان تخلق لنفسك شيء من الرخاء، شيء من النجاح، راح يكون مثل الكبسولة. شفت شلون الجرعة كلها مختصرة في كبسولة واحدة صغيرة، ولكن اثرها كبير. هذا بالضبط وضعك المالي، هذا بالضبط وضعك اللي راح تمشي فيه على الصعيد المهني، بغض النظر عن الامور اللي انت قاعد تتوجه لها، سواء تجارة او وظيفة ثابتة. هذا بالنسبة لك نعم، اجابة موافقة على المدى الطويل. فاذا انت خايف او انت قاعد تقارن نفسك، الاخرين نجحوا خلال فترة بسيطة، انت اعرف ان نجاحك مكتوب لك يكون بهذه الطريقة. مضغوط نجاح كذا سنة، راح يأتيك دفعة في مجال جديد، راح كله يختصر لك هاي التعب اللي مريت فيه كل هالسنين في بداية مشرقة جديدة. على الصعيد الصحي يا برج الدلو، عندك أيضا طاقة أرضية، ملكة الأرض، ملكة الخماسيات، وأيضا طاقة نارية، 8 الأغصان. اجتماع، يعني شوف بالنسبة لي بالعكس مفيد جدا وإيجابي جدا إن ما لقيت الكثير من السيوف. طاقة السيوف مو موجودة بكثرة عندك في القراءة، وهذا بسبب أعتقد أنك مريت بمرحلة تطهير وانتهيت. حاليا أنت إنسان عارف حالك، واثق من نفسك، متواصل مع نفسك وربك، فأنت في مرحلة معرفة. توقفت عن البحث عن الذات لأن خلاص بالنسبة لك كأنما وصلت إلى شيء من تحقيق ذاتك. عندك تواصل روحاني قوي، وعرفت نفسك لدرجة أن خلاص وقعت عندك كرت ملك السيوف. وصلت إلى المرحلة الختامية من معرفة النفس ومن النضوج في طاقتك الهوائية. أنت نضجت، فالحين بعد النضوج مطلوب منك أن تسخر قدراتك وطاقتك تجاه تحقيق أمنياتك. ملكة الأرض في مجال الصحة تعني لي أن أنت جدا قوي. وغير عن القوة، الملكة هي طاقة أنوثية أكثر، فألاحظ أن في الفترة القادمة اهتم بنفسك زيادة، دلع نفسك شكليا جسديا حتى على المستوى الفتنس أو الرياضة. اهتم في نفسك، لأن أي تغييرات تجريها هاي الفترة حتى وإن كان على مستوى الشكل أو الجسد راح تبين وتظهر نتائجها بسرعة. قلت لك عندك سرعة في النتائج. أنت يعني كأنما الآخرين إذا كانوا يحصدون أو يحصلون على راتب شهري، أنت كأنما في الحياة بشكل عام كان راتبك الشهري موقف أو تحصل فقط على جزء صغير منه، والحين راح تحصل عليه كل دفعة واحدة. فكن حذر، كن متزن. اتزانك مهم في الفترة القادمة، ولكن هذا ليس خوف عليك، فأنت أيضا نضجت. لا أرى أن عندك أي مشاكل جدية أو كبيرة. على الصعيد الصحي أنت قوي، ولكن احذر شوي من أن تكون
عاطفي. أو تكون، شوف في فرق بين طاقة الملك والملكة. الملكة ممكن بعض الأحيان تنجرف وراء أمور غير مهمة. طاقتك الجسدية ضعها فقط في الأمور اللي تخدمك ومهمة جدا بالنسبة لك. أنت مقبل على مرحلة تحتاج فيها كل ذرة طاقة من أجل أن تحقق. احذر أن أنت ما تبدل طاقتك على أشياء غير مهمة. وقت الراحة راحة، وقت العمل تكون جدا منظم وتنجز العمل على أكمل وجه في الوقت المناسب. وهذا أيضا من التحديات اللي يواجهها برج الدلو، لأن برج هوائي يحب الحركة والتغيير كثيرا، فصعب عنده أن يؤدي كل شيء على الوقت. ولكن الديسبلين، التحكم في الذات، جدا مهم بالنسبة لك هاي الوقت. احذر في ماذا تضع طاقتك، وأيضا احرص على شكلك. شكلك جدا مهم، راح يعكس نفسيتك. إذا كان عندك أي رغبة في أن تخسر الوزن أو تغير من شكل جسدك عن طريق الرياضة أو هاي الأمور في هاي الفترة، التغييرات راح تكون جدا إيجابية وسريعة معاك. على الجانب العاطفي عندك كرت العالم. كرت العالم هو بالنسبة لي كأنك انتهيت من فصل معين في حياتك، فصل المتعب اللي تنتظر فيه نتائج، لأن قبل 8 يأتي 7 الخماسيات. وقت الانتظار للنتائج انتهى، هذا وقت تحقيق النتائج والانتصار بالنسبة لك. كرت العالم، امرأة في المنتصف، كأنما ختمت شيء أو نجحت في شيء، أكملت فصل معين، مهمة معينة، ولديها الأبراج الأساسية أو الفيكس ساينز موجودين حولها: الدلو، العقرب، الثور، والأسد. هاي الكرت بالعادة يعني الختام، ولكن أنت يعني لك شيء أكبر من الختام في هاي القراءة. أنت انتصرت على شيء جدا صعب، ولكن الشيء الصعب مو فقط في الظروف المحيطة لك أو في الأشخاص اللي حاولوا أن يأذونك، يسحبونك للوراء. كل ما تتقدم خطوة للأمام يحاولون يسحبونك خطوتين وراء. انتصارك مو فقط على هاي الأصعدة وهاي الأشخاص، أنت انتصرت على نفسك. احتمال أنك في السابق كنت دائما تشكك في نفسك، عندك مخاوف: هل سأنجح؟ هل سأصل؟ هل أستطيع أصلا أن أنجح؟ كان دائما في مثل الصوت اللي يسحبك أيضا إلى الأسفل. أنت انتهيت منه، وإن كان على المستوى العلاقة أو العاطفة، أنت انتهيت من هاي العلاقة، انتهيت من الأشخاص اللي لا يفيدونك، اللي لا يضيفون إليك. أنت الحين كأنما انتهيت من مرحلة التطهير، خلاص مريت بالتطهير، طلعت جديد، عندك فصل جديد. وتحت هاي الكرت عندنا ملك السيوف، يعني أنت مش بس طلعت من التجارب القديمة بشكل جديد أو بحلة جديدة، أنت طالع منها وأنت في أوج أو أقوى قوتك. قوتك هي الهواء، السيوف، أنت طالع منها ملك السيوف. أنت ما خرجت من التجارب كفارس أو كملكة، أنت خرجت كملك. أنضج طاقة للأبراج الهوائية هي ملك السيوف. إنسان جدا عارف حالك. أحس هذا الشخص أبدا يعني انتهى حتى من مرحلة الأسئلة مع نفسه، خلاص وصل مرحلة يعرف. شعار الدلو: أنا أعرف، I know، هذا هو شعارك. أنت فعلا انتهيت من العلاقات السوداوية، احتمال علاقة معينة مع شريك. التاريو يخبرك إنه وإن كنت ولكن ما أتوقع، إن كنت غير سعيد إن هاي العلاقة انتهت على المستوى العاطفي، هذه العلاقة كانت تجهزك لمرحلة ما قبل النهائيات. أنت خرجت منها جاهز، الحين أنت مستعد عشان السعادة اللي تأتيك بعدها، البداية الجديدة أنت الحين مستعد لها. بس كان لازم تمر بهاي العلاقات الفاشلة أو العلاقات اللي ما توصل إلى مكان، ما تعطيك حقك. هذه انتهت، الماضي مثل ما أقولك الماضي انتهى منك، فقط اللي باقي عليك أن أنت تنتهي من الماضي. خلاص انتهينا، لا ترجع إلى الوراء بتفكيرك، لا يصير عندك حنين للماضي،
أيضا في تحذير، لأنه مع ملك السيوف جنبه ست الأكواب. دائما الحنين إلى الماضي، إحنا دائما نتذكر الماضي أفضل مما هو كان. في جزء من العقل دائما يجمل الماضي، يعني عندما نتذكر شخص من الماضي دائما نتذكر اللحظات الحلوة. ولكن إذا فعلا سألنا نفسنا، استخدمت أنت طاقة العقل عندك والتحليل، فعلا سألت نفسك هذا الشخص شلون كان يعاملني، راح تكتشف أن في جوانب أنت ما حطيتها بعين الاعتبار في ذكرياتك وحنينك لهذا الشخص. في جوانب هو كان مقصر، هو كان أناني، هو كان ما يعطيك حقك، هو كان ما مستعد للارتباط، هو كان ما يسأل. راح تكتشف، راح تطلع بلستة للأسباب أو المشاكل اللي كان يعاني منها هذا الشخص. فأحرص إن وإن صار عندك حنين إلى الماضي، أن تذكر الوضع كما كان بالضبط، لا تجمله في عقلك، لا تخلي عقلك يلعب عليك، لأن دائما في جزء من العقل يجمل الماضي قلت لك. ولكن أرى أن أكثركم عارفين هذا الكلام كله، وصلتوا إلى تصالح بشأن هذا الموضوع، لأن في النهاية أنت الدلو، أنت الماستر أوف مايند، طاقة التحليل والاستنتاج عندك، تملكها أنت، طبيعتك هكذا. الأخبار اللي تتوقعها في المستقبل أيضا لديك كرت العدالة برج الميزان. بالنسبة لي إذا كان في أي أمور متعلقة، أنت احتمال أنك أيضا تنتظر موافقة معينة تأتيك، بعضكم ينتظرون موافقة، بعضكم ينتظرون توقيع عقد، أو في أمور أيضا متعلقة في المحكمة أو في الشرطة، في الجزء القانوني من الدولة، راح تخرج منها أيضا أنت منتصر، راح تخرج منها منتصر على شخص تعاملت معاه في الماضي، سواء شريك، سواء تعاملت معاه في مجال البزنس. الحظ والانتصار راح يكون من صالحك أنت، لأن الكرت هاي طالع فوق الشخص اللي من الماضي. كرت العدالة، العدالة الإلهية راح تحقق لك مو بس النجاح اللي أنت تنتظره من زمان، النصر، راح يصاحبه نصر على شخص من الماضي. احتمال أنك انفصلت وعندك أبناء، أو انفصلت من زواج، ففي المحكمة أو في الجهاز القانوني للدولة أنت أيضا راح يكون عندك انتصار. وإن كان عندك أي شيء في المحكمة أيضا راح يكون لك انتصار، راح تحصل على ما تستحق، راح تخرج من الموضوع منتصر، أنهيته تنهي ومنتصر. أيضا لديك طاقة مثل التباهي. Love who you are، أحب نفسك. You are divine, delightful. أنت كائن في النهاية خالد نوعا ما، لأن عندك روح لا تنسى. وأنت أيضا من الممتع أن الناس يكونون حولك، الناس دائما ينظرون لك أن أنت نجمة، الناس يستمتعون بوجودك في محيطهم. ولكن فقط أنت لا تظلم نفسك، لا تجعل التشاؤم أو حتى أشخاص معينين من الماضي يحسسونك بالذنب. أنت لم تخطأ، أنت على حق، ستخرج من الموضوع منتصر، وأنت فعلا تستحق هاي البداية وهاي النجاح اللي آت إن شاء الله في طريقك. فعليك أن فعلا تحب نفسك، يعني خلك هاي الفترة خذ من طاقة النار والتراب، أفضل ما يقدمون لك التراب طاقة الرخاء والأموال، والنار طاقة الانتصار والفخر والاعتزاز بالنفس. طاقة برج الأسد اللي موجودة هنا جدا مهم بالنسبة لك. لا تكون في قوقعة بعد الآن، وخل الناس ترى حقيقتك. وأيضا رح أسحب لك كرت تبع ما يجب أن تعرفه، أو المفاجآت اللي يخبيها لك. Ring Master of Synchronicity، Clear Vision Details. دائما أتكلم لك عن التفاصيل، التفاصيل. التاريخ يخبرك ركز في عملك. أيضا ثمان الخماسيات تاع
تعكس نفس هاي الطاقة. شخص يعمل والناس نيام، يغلق على نفسه جميع الأبواب، يتخلص من جميع الأشياء اللي تشتت انتباهه وتركيزه، يغلق الباب، يركز على حرفته وعلى صنعته. احتمال أنت حاليا قاعد تبتدي مشروع جديد، حرفة جديدة، هواية جديدة، ركز فيها وتفاصيلها، لأن هاي التفاصيل هي اللي راح تقيدك إلى الرخاء المادي اللي أنت دائما كنت تحلم فيه، ولا يتشتت انتباهك. لا يتشتت انتباهك بالحنين إلى الماضي، بالشعور بالذنب، بالشعور أن أنت مثلا ظلمت أحد. أنت على حق، وهذا الشيء راح يبين عندك في المستقبل ويتضح، واللي تعمل عليه في الخفاء راح يظهر إلى العلن مثل النجمة. في النهاية إلا ما تبين أنت، إلا ما تشتهر، إلا ما يطلع صيتك في مجال عملك وتحصل على الأشياء اللي كنت من زمان أنت تستحقها، ولكن الغريب في الأمر أنه راح تأتيك دفعة واحدة، يعني شيء مثل يوم وليلة. فكون مستعد.